أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. إليكم المرصوفة المقابلة، فيها كم المربع؟ 1 2 3 4. كل مربع لونناه بلون مغاير، لون الأحمر، لون البنفسجي، اللون البرتقالي، واللون الأخضر. المطلوب مني في السؤال الأول أن أحدد شفرة كل لون، ثم أرسم على كراسك مرصوفة مماثلة لهذه المرصوفة، ولون الخانات المشفرة كما يلي: G3، U3، F2، F4، D2 و D4. بعد محاولة التلاميذ سنقوم بالإجابة والتصحيح معا والشرح لزملائنا. تعال عبد القادر، أول شيء ماذا تفعل؟ اللون الأحمر يقابله، قال لكم اللون الأحمر يقابله ماذا؟ يقابله الحرف أ. دائما تذكر أن أي شفرة تتكون من شيئين: العدد من هنا من هذه الجهة، العدد دائما يكون من هذه الجهة، والحرف يكون في الأسفل. ماذا يقابل اللون الأحمر في الأحرف؟ ماذا يقابل هكذا؟ ابتعد قليلا. في هذا الاتجاه يا عبد القادر، ماذا يقابل اللون الأحمر؟ يقابله أ. إذن هذه صحيحة أم لا؟ نعم. الآن ماذا يقابلها يا عبد القادر من الأرقام أو الأعداد؟ يقابلها 3. صدق يا عبد القادر. إذن أكتب 3. هيا ريتاش تعالي. لا، دائما لاحظوا الخطأ الذي وقع في زميلي. دائما العدد نكتبه بعد الفاصلة. هاي توجد فاصلة دائما. أكتب 3. شكرا عبد القادر. هاي ريتاج تعالي ابدأي. ماذا يقابلها في الأحرف؟ يقابلها سين. يقابلها. أديري سهم هكذا لون. لا منها هك ولا هك. ولدك نديره بلون مغاير هكذا. يقابل عندي دائما اتجاهين، اتجاه الأسفل وهذا الاتجاه. دائما يقابله سي في الأحرف. وفي الأعداد ماذا يقابلها؟ يقابله واحد. يقابله واحد. صرف على ريتاج. شكرا. هيكتب ماذا نكتب هنا؟ الشفرة ماذا تسمى؟ أبدأ بالسي ثم واحد. شكرا. دائما لا ننسى اتجاهين، الاتجاه إلى الأسفل والاتجاه إلى اليمين. تعالي نور. الآن نذهب إلى البرتقالي. هكذا اللون الأزرق يقابله آش. إلى الأسفل الحرف، وإلى اليسار يقابله العدد. ماذا يقابله العدد؟ عندنا ندير لهم سهم دائما. شوفوا في السهم إلى أين ذاهب؟ ذهب إلى الاثنان. إذا ماذا نكتب هنا؟ عاش واثنان. شكرا صرف على أهدر لهم سهل بها يفهموا دائما هكذا. ابتعد قليلا هكذا. شكرا. ماذا يقابله؟ خمسة. يقابله بالسهل، يقابله 5. إذا تحصلتم على شيئين: شفرة تتكون من حرف ورق وعدد. 5. شكرا صرف على رابح. شكرا. ارسم مرصوفة بنفس هذا الشكل، ثم لون عليها الخانات المشفرة كما يلي. أعطانا الخانة الأولى G3، لونها. U3، F2، F4، D2، D4. أذكرك دائما في هذا التشفير، في الأسفل يوجد حرف، وفي هذه الجهة يوجد عدد. في هذا التشفير قد يعطينا أسماء أخرى. أترك لكم فرصة وسأعود. نعود مع الحل.
لاحظوا معي، توجد عدة طرق لكي أجد شفرة أو أحدد شفرة على المرصوفة. سأعطيكم طريقة ويمكنكم اقتراح أي طريق. أين جيه؟ أبحث عن جي. ها هو جي. المربع الذي يخص الجي أو يبدأ من هنا، وما يقابله في الأعداد هو الثلاثة. هذه جي واحد. هنا كم؟ التدريجة الأولى. ها واحد، جي واحد، جي اثنان، جي تاليه الجي. أصعد بها كم من تدريجة؟ ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. ها هي النقطة. ماذا يقابلها؟ يقابلها ثلاثة. هل أنا صحيح أم لا؟ إذن ها هي جي ثلاثة. أعيد، الشفرة هي جي ثلاثة. أين جي؟ ها أصعد بها واحدة تصبح جي واحد، جي اثنان، جي ثلاثة. هل تقابل الثلاثة أم لا؟ أنا صحيح، إذن ها هي الشفرة. أين الأو؟ وضح الأو. ها هو الأو. ها أصعد به كم؟ ثلاثة. ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. إذن أين وقع التقاطع؟ هنا. هاي لوني تلك الشفرة أو جيد. إذن شكرا. أصعد به واحد اثنان ثلاثة وألون. فهمنا؟ نعم. أصعد به كم؟ معا؟ اثنان. هيا واحد اثنان وأتوقف. لو ألوني برك ما كنا نزيد الدريريك. شكرا، تفضلي. أعيد، إف، ها هو الإف. أصعد به كم؟ اثنان. واحد اثنان وألون. إف أسرع. كم أصعد به يا زكريا؟ أربعة. أربعة، هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة، إذا ألون ماذا؟ جيد، شكرا. ألونها إف أربعة. إف واحد اثنان ثلاثة أربعة. دي اثنان، دي اثنان، سجل دي اثنان. دي على اليمين، على اليسار قليلا هكذا. دي أصعد بها كم؟ اثنان. واحد اثنان، شكرا. سجل دي اثنان. إذن ها هي دي، أصعد بها واحد اثنان وألون. دي اثنان. الآن دي أربعة. دي أصعد به كم؟ أربعة. أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. لون، شكرا. هاي صرفوا على أسلام. إذن دي أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة وألون. كان التمرين الأول صفحة كم؟ صفحة تسعة. لاحظ المرصوفة المقابلة ثم أنقل واكمل ما يأتي. أعطاني اللون الأحمر، اللون الأخضر، البنفسجي والأزرق. نبدأ باللون الأحمر. اللون الأحمر دائما الشفرة تتكون من شيئين، من أحرف وأعداد من هذه الجهة. اللون الأحمر أو البني ماذا يقابله؟ اللون البني ماذا يقابله في الأحرف؟ هكذا دائما الشفرة تتكون من حرف وعدد. أبدأ دائما بالحرف. اللون البني في الأحرف يقابله آش، هذا من الأسفل، ومن جهة الأعداد يقابله خمس. إذن شفرة اللون البني هي آش خمسة. نذهب إلى اللون الأخضر.
اللون الأخضر. اللون الأخضر ماذا يقابله من الأسفل؟ يقابله الحرف ب. وماذا يقابله من جهة اليسار؟ يقابله واحد. إذن شفرة اللون الأخضر هي ب واحد. نذهب اللون البنفسجي، ماذا يقابله من الأسفل؟ نسأل دائما هذا السؤال. يقابله من الأسفل F. وماذا يقابله على اليسار؟ يقابله 2. إذن شفرة اللون البنفسجي F 2. هي صحيح. شفرة اللون الأزرق ماذا تقابلها من الأسفل؟ يقابلها D. وماذا يقابلها من اليسار؟ 3. إذن شفرة اللون الأزرق هي D 3. الأستاذ